من رفح الفلسطيني بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية معنا في هذه اللحظات. إذن أحييك بشير وأنت معنا مباشرة، ولك أن تحدثنا عن جديد التطورات فيما يحدث في قطاع غزة والاستهداف المتواصل أيضا للاحتلال الإسرائيلي على أكثر من منطقة في غزة. تحية لك حسامي. آخر هذه الغارات كانت باتجاه مجموعة من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. هذه الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة. أيضا ذات المنطقة لا زالت تشهد قصفا من المدفعية الإسرائيلية وإطلاق نار كذلك من المروحيات الإسرائيلية. أيضا إذا ما تحدثنا عن المنطقة الجنوبية لحي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة وبالقرب من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل القطاع شماله عن جنوبه، لا زالت تلك المنطقة تتعرض لإطلاق نار من تلك الآليات بشكل عنيف ومكثف اتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. منطقة الوسطى وتحديدا الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات حيث مدينة الزهراء والمغراقة، وبالإضافة إلى المنطقة الشمالية لمخيم البريج حيث جحر الديك. هذه المناطق لا زالت تشهد قصفا مدفعيا مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في تلك المنطقة والتي تقوم بعمليات تدمير واسعة وممنهجة في تلك المنطقة، والتي شملت كذلك محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة والمتوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، حيث دمرت هذه الآليات محيط هذه الشركة مما أدى إلى تقطيع الكوابل والوصولات وكل الأعمدة التي تحيط بهذه المحطة، مما يعني يساهم في تدمير قدرة هذه المحطة وعدم قدرتها على العمل حتى لو توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أيضا المناطق الجنوبية للقطاع حيث مدينة رفح، فلا تزال المدفعية الإسرائيلية تقوم بإطلاق قذائفها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لهذه المدينة، وكذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية تقوم بإطلاق قذائفها بكثافة باتجاه المناطق الغربية، وهي بالمناسبة منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين. أيضا خلال ساعات الصباح وفترة الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في مدينة رفح، منها منزل الشاعر وبهلول في حي الجنينة شرق المدينة، بالإضافة إلى عدد من الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية لمدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية. نعم، يعني بشير، بالإضافة إلى هذه الاستهدافات وهذا القصف لأكثر من مكان في غزة، هناك أيضا استهداف لمحطة لتوليد الكهرباء. يعني هذا الاستهداف قد يبدو نادرا لمحطة الكهرباء، فماذا عن هذا الاستهداف والخسائر أيضا الناجمة عنه؟ حقيقة أن محطة توليد الكهرباء هي متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطة، وبالتالي لا يوجد كهرباء في غزة منذ 7 أشهر على الأقل للمواطنين الفلسطينيين. الكهرباء المتوفرة هنا فقط للمستشفيات عبر المولدات الخاصة بهذه المستشفيات. هذه المحطة بالأمس واليوم كثفت إسرائيل من عدوانها في محيط هذه المحطة، مما أوقع فيها دمارا هائلا، بالإضافة إلى قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف محيط هذه المحطة، وهو ما أدى بتقطيع الكابلات الكهربائية التي تقوم بنقل الكهرباء من هذه المحطة إلى التوزيع للمواطنين، بالإضافة إلى كل المرافق اللازمة لتشغيل هذه المحطة من خطوط يعني الوقود وكذلك من خطوط إمداد الكهرباء ومبردات للمياه وكل العوامل التي تحيط بهذه المحطة. نعم. والتي تؤدي إلى تشغيلها، وهذا الدمار سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان القدرة لهذه المحطة من العودة قريبا للعمل حتى وان توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في التطور الجديد في قطاع غزة لاحقا بالضرورة سوف نكون معك عندما يكون لك جديد. أشكرك الآن من رفح الفلسطينية بشير جبر، كنت معنا مباشرة.